السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم مراجعة وتلخيص لمادة الاجتماعيات للصف الأول الثاني والمسارات، موجود على القناة أكثر من مراجعة واختبار وتلخيص لمادة الاجتماعيات، يمكنك الاطلاع عليها. هذه المراجعة والتلخيص من إعداد الأستاذ فهد الصاعدي، خارطة مفاهيم مقومات الدولة القوية والمؤثرة، المقومات الحضارية والمقومات الاقتصادية، المقومات الدينية، المقومات السياسية، المقومات العسكرية، المقومات التقنية، المقومات السياحية، المقومات الوطنية. أكمل ما يلي: تتحدد مكانة الدولة حسب مقوماتها التي تقودها إلى التأثير في الساحة الدولية، ويكون لقرارها الاقتصادي والسياسي الأثر الكبير في العالم. يقصد بقوة الدولة توافر عوامل معينة مثل إمكانيات الدولة من موارد وقدرات ومؤسسات وإنتاج ومساحة جغرافية. ضع الرقم المناسب من المجموعة ألف أمام ما يناسبه من المجموعة باء. العمق التاريخي المقومات الحضارية، النظام السياسي المستقر، المقومات السياسية، الأماكن المقدسة، المقومات الدينية، النظام المالي والتبادل التجاري والناتج المحلي، المقومات الاقتصادية، الفضاء السبراني، المقومات أو مقومات التقنية، إنتاج الأسلحة الحديثة، المقومات العسكرية، المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية، المقومات السياحية، أجهزة الأمن العام وأمن الدولة، المقومات الوطنية. الدرس الثاني: الأسس والمقومات. ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ أمام العبارة الخاطئة. تقوم المملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت وأسس تنطلق من رسالتها وأهدافها. إجابة صحيحة. موقع المملكة العربية السعودية الجغرافية يربط بين قارات العالم القديم. إجابة صحيحة. تطل المملكة العربية السعودية من الشرق على البحر الأحمر. إجابة خاطئة. أكمل ما يلي: ينص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية دينها الإسلام، دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لغتها اللغة العربية، عاصمتها الرياض. اعتمدت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على هذه المقومات والخصائص لتحقيق استراتيجية شاملة ترمي وتهدف إلى تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح. المقومات التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية: المقومات الدينية، المقومات السياحية، المقومات الجغرافية، المقومات الوطنية، ثم المقومات السياسية، المقومات الاقتصادية والحضارية والاجتماعية. أكمل ما يلي: تمثل المملكة العربية السعودية القلب النابض للعالم الإسلامي، من الأماكن المقدسة في وطني مشاعر الحج والعمرة المقدسة. طبعا هنا المسجد النبوي وبيت الله الحرام. من مقومات المملكة العربية السعودية الدين، اعتمادها في نظامها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: تطل المملكة العربية السعودية من الغرب على مضيق هرمز، الخليج العربي، البحر الأحمر. البحر الأحمر من المعابر المائية الهامة التي تحيط بوطني: مضيق جبل طارق، باب المندب، البسفور، باب المندب. موقع المملكة العربية السعودية أحد المقومات الوطنية الجغرافية الحضارية الجغرافية. عدد المسطحات المائية التي تطل عليها المملكة 3-4-2-2. بدأ الملك عبد العزيز في توحيد المملكة بعد استرداد الرياض. تم إعلان اسم المملكة العربية السعودية عام 1351. ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة، علامة الخطأ أمام العبارة الخاطئة. استمرت فترة توحيد المملكة العربية السعودية 20 سنة. إجابة خاطئة. تعد المملكة العربية السعودية من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة عام 1945. إجابة صحيحة. إن شاء الله نكمل بقية الاختبارات والمراجعات والملخصات لهذه المادة وغيرهم من المواد في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.